السلام عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم. اليوم جيت نتفقد هذيك شجره الافوكادو اللي درنا لها الفيديو في القناه، وريتكم الطريقه ديال الغرس ديالها وزودتها بالحديد. اليوم ان شاء الله ثاني غادي نزودها بالحديد ونشوفوا في المراحل اللي قطعات ونشوفوا النضج ديال الثمار ديالها ان شاء الله. بسم الله نزودها بشي الحديد عاوتاني باش تنتعش. مادة الحديد راه مهمة للأشجار، مرة في الشهر. نخلطوه مزيان، والحمد لله ملي زودت هاديك الخضرة بالحديد انتعشات، الأوراق ديالها بداو كياخدو اللون الأخضر رغم الرياح، وتساقط بزاف ديال الثمار نظر الرياح الشرقية اللي كتكون عندنا هنا في أكادير. بسم الله نبقاو تابعين معاه حتى إن شاء الله حتى الإنتاج ديالها. بسم الله بسم الله المادة الحديد راه مهمة من الأشجار كيف كتشوفوا. صلاه الثمار ديالها الحمد لله، هذا من النوع الجيد. هذه الأفوكا الحرشة كاين الملسة، ولكن هذه غالية راه مهمة. هذه غالية شوية في السوق، وشجرة قلت لكم تقدر تنتج لنا حتى نصف طن ديال الفواكه. هذا كنصح به الفلاحه اللي عندهم ارض يغرسوا هذا الافوكادو، وكتروح الثمن ديالها ما بين 20 حتى 30 درهم. ودير الحساب الا كان عندك 430 شجره ان شاء الله، شوف شحال ديال الانتاج هذا كيعطيك في السنه. وفي خلال المراحل الثلاثه تقدروا تغرسوا معها شي زراعه محليه بحال اي حاجه، في بحال سميتو بحال الكاوكاو بحال الخضروات. انت ان شاء الله من دابا الشهر راك العصير. مرحبا بكم. رغم انها تسقط بزاف ديال الثمار، لاحظ معي شحال ديال الثمار تسقط نظرا للرياح. وهادو غادي نقطعهم، غادي نمشي ندير بهم نغرسهم، ندير من الدار ان شاء الله ونشوف كيفاش غيخرجوا. منظر رائع، منظر رائع. بسم الله ما شاء الله، مشروع زوين هذا ديال الافوكادو. يلاه اللي بغى يستثمر بسم الله، خصنا النهار ما يعكسش، هادشي متعه. كتشوفوا الاوراق ديالها راه نتعشوا، انا سمدتها بالحديد نتعشوا شويه معاه الحمد لله. راه متمره من الفوق بزاف ما كتبانش لكم، واخا قرب نصور. الحمد لله بسم الله ما شاء الله، النوع الجيد هذا. نقدروا نخليوه في الوحدات ديال التبريد كيبقى معنا الانتاج. الناس بالنسبه للناس الفلاحه يقدروا يخزنوا هذا المنتوج ديالهم كيخسرش.
دابا شهر ان شاء الله غتكون موجوده، وغادي نعاود نجي نصورها لكم في الانتاج. ومرحبا بكم. الان غندير العقل والدار ان شاء الله، ونشوف باش نحاول نزرع على ان هذا من النوع الرفيع باش ينبت ليا، ومن بعد غنوريكم الفيديو ديالو ان شاء الله ينبت. يلا كنتمنى هذا المنظر يعجبكم وتستافدوا فيه. اللي عنده جردة يغرس الافوكادو، الافوكادو راه مهم، انتاج من 3 سنوات كيبدا يعطي انتاج ديالو. غير تكون شجرة مطعمة، تكون افوكادو مطعم. الا بغيت تشري شري افوكادو مطعم، لما داكشي كتغرس في المنزل راه خصك تطعمو من بعد ملي كينبت خصك تطعمو، الا ما طعمتيش ما يعطيكش هاد الانتاج. يلا بارطاجيو باش يستافدو الناس، واشتركوا في القناة، وانا ديما معكم ان شاء الله في الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله.